زمان عشق تقديم الخدمات وحاول احاول حل الازمات وانت على بال بال بمقالب كل الحلقات وانت على بال بال بمقالب كل الحلقات انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب والله انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا في خدمة الزملاء والاهل والاقارب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب انا في خدمة الزملاء يا ناس والاهل والاقارب والله انا خدمة الزملاء والاهل والاقارب انا نعم جمعة في خدمة الزملاء والاهل والاقارب لكن اصبر يا جمعة اصبر يا سلمان انزل تحت في الارشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع ما قلت لك إن حياتنا كانت أسعد حياة وأسرتنا أسعد أسرة يا سلام هذه هي الطفولة السعيدة ما الطفولة المشردة أنت فاكر أنا شوي؟ لا أبوي لا أنا أقدر أشتري الشركة باللي فيها وسلمانو فوقها بعد يا ربي كل هذا الخير وبعدك زعلان عليهم؟ بسبب الحب حب هدى ايه الحب ما في مثل شيء يذل النفس البشرية مع ان الكتب تقول ان الحب يهذب النفس الكتب تقول كتب الكون الكتب مو كل شيء الواقع شيء واضح بعيد عن الخيال بس المفروض الكتب تكون في خدمة الواقع تعبر عن الواقع انا حياتي بنفسها كتاب مفتوح تصدق يا جمعة؟ تصدق؟ والله يمكن أنا ناوي أكتب كل مذكراتي في كتاب وأطبع منها مليون نسخة إيه مليون نسخة تكفي نعم أطبع كتاب ما كفاية الديواوين اللي ترس السوق من هبة ودب كل واحد عرف ينطق كلمتين نزل له ديوان لكن أقول لك قول يا منقذ قول إن شاء الله المرجع من كتابك بيكون مليونين كذي يا جماعة ما يكفي ان ابوي طلق امي نعم ابوك طلق امك لا ما طلق انا قصدي اقول لك ان انا وزعت حبي على امي وابوي يعني لانهم يحبوني كثير ما قلت لك انا الكلام هذا ما قلت لك يا لا على ما اظن السالفة فيها شيء والله حمد طلع صحيح شهم ويحبني ومستعد يتحمل عشاني كل شيء انا كيف ما فكرت فيه من زمان
وحتى يبغاني ويحبني، وعمره ما فكر يتزوج واحدة غيري. أنا دايما كنت أصده وأعامله بطريقة مهزلة. عجيبة هذه الدنيا، والله عجيبة، كيف الواحد يفكر في اللي ناسيه وينسى اللي فاكره. معقولة؟ معقولة تكسروني وتخلوا يدي متعلقة بحبل؟ أقصد في رباط. لكن أنت السبب يا جماعة، الله يجازيك يا جماعة، الله يجازيك. تستحي تستحي، داخلنا مرة كنا لابقتنا في الحجة، بعدين إيش سالفة جمعة هذا؟ جمعة؟ سالفة فيها جمعة؟ صالح صالح، ها مريم، ها خير، أقول يعني طيب خاطره بكلمتين يعني. حمد وعلى يا حمد، احنا متعادلين. أقول حمد، مو رايك يعني أجيب لك قلاص ليمونة يهدي أعصابك؟ أنا أعصابي ما تهدي إلا بالزواج، وكما يقول الشاعر، وما ليل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا جوازا واحيانا جنازة. ايش هو اللي جنازة وجوازة؟ قولوا زواج. يا لا، متعلمة عمتك ما شاء الله، متعلمة. هيا قبلوا عمي. نعم عمدي. ها انا ما اعرف جنازة جوازة، انا بتزوج. اصبر يا ولدي اصبر، انت ليش مستعجل على خراب بيتك؟ صالح. ها حمد. نعم. كبرت في عيني. قبل الضرب ولا بعده؟ قبله علشان إصرارك، وبعده علشان تحملك. إيه بس متى أتزوج؟ قريب يا ولدي قريب. صحيح؟ هي يا ولدي إحنا ما نقدر نرفض لك طلب. وأنا حاضر. أيوة بتدخل عند السجان أبو نبهان؟ نعم نعم. خلاص خلاص، الحمد لله، الله يطول في عمرك يا جمعة. ايدك ما تعورك يا العيار. لا والله عمي تعورني عمي. مكسورة؟ وين مكسورة؟ مكسورة. يا سلام يا سلام. ايوة اذي اباك اعطيه. ما عليك يا ما ما عليك يا ما عليك، ايه تطردني بعدك؟ ها ما عليك ما عليك يا ما، غسلت الغسول ما فينته. خير يا ولدي، هدي اعصابك. ايش فيه؟ من ود ما في ود ما في هذا اللي فوق طردني. لكن ما عليك، برد لي برد له برامي، بغسله غسل. ما عليك هدي اعصابك، هدي ما عليك. روح كم مره ويت من سعيد والسالم عليه. يا خير ان شاء الله. الله الله. ادخل يا عمي صالح، ادخل ادخل روح. ايه هلا يتمرنون ضده، لكن منو دواكم الحين بيعرف لكم شغلكم. ايوه تعال. انت تعال. هذاك تحت يصرخ وانت هني حالتك لوه. ايش السالفه عندكم؟ ايش سالفه سعيد؟ ابغى اعرف. لو رجع بذبحه بقتله. لا 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 لا, لا يا ولدي لا، عقال لا تهور، كن عاقل، لا تودي نفسك في بلية. اللي مثله ما يستاهل غير كذي بس. وإيش ما يستاهل غير؟ أحيد صاحبك وحبيبك. صاحبي كان صاحبي، بس الحين لا صاحبي ولا عرفه، ولو رجع مرة ثانية بيكون آخر يوم في حياته. إيش يضحكك يا عمي بعد من 30 سنة؟ أنا بغيت أسويه نعم، وبغيت أودي نفسي في داهية، لكن الحمد لله في آخر لحظة رجع لي رشدي وما سويت اللي في بالي. قصدك مريم يعني؟ أوه لا تيب لي ذكرها هسا النور هذه أبدا. أنا يا ولدي زهقت زهقت طفشت. نعم إله إلا الله يا عم صالح، أنت الحين قاعد تشكي لي همومك وأنا وحدي في هم وغم، الله يهديك أنت بعد. ليش يا ولدي؟ لا تتهور، وبعدين هذا صديقك وحبيبك. كان صديقي اللي تقول عنه هذا، لكن لو رجع مرة ثانية بخلص عليه. انت سمعته؟ شوف انت فعلتك هذي تشجعني اني اروح اسويها، والظاهر اني بسويها. والله انا خايف يسويها الانسان هذا وابتلي انا بعد. اللهم اجعله خير يا ربي.
أتمنى هلا أفكر فيه ما يصير ولا بتصير مصيبة. نعم. خير إيش هناك؟ لا 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 ماشي ماشي يا منبهان ماشي. تعال تعال علشان نتفق مع حمد. تعال إحنا الحين في حمد ولا في جمعة؟ ما بيقدر عليهم كلهم هذا، لازم يموت، وإذا مات بتصير مصيبة. ادخل عمي صالح، ادخل ادخل. أنا بعمك صالح، أنا عمك سعيد. أنت رجعت؟ بتسمعني ولا كيف؟ تعال بس تعال نخلص الفيلم، أنا نتكلم على راحتنا. مسكين لو مات بتصير مصيبة. من؟ البطل. نعم ليش لا؟ ممكن يسوي هذا، ينخاف عليه وينخاف منه. والله انا فرحانه فرحانه يا امي فرحانه. مبروك يا بنتي مبروك. صحيح لما يقولوا ان الزواج قسمه ونصيب، انا وحدي ما عارفه ايش اللي خلانا ما موافق على حمد من قبل. بس تعرفي يا امي انه شهم وطيب. هي وبطل بعد بعد هذاك الضرب اللي ضربناه قلت خلاص ما بيرجع هالرجال. ها تهري نسقى ايش لا؟ انا لازم اروح له قبل الله يسويها، لازم. هذا يخاف عليه؟ انت بعدك تكلم نفسك؟ عن اذنكم. على وين؟ رايح اشوف جمعه. ايش تبغى له؟ خليه في حاله واحنا في حالنا وكافيين خيرنا شرنا. لا 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 لا, لا. أنا لازم ألحقه قبل لا تصير مصيبة. نعم لازم أنصحه وأخاف ذاك الثاني المجنون يسويها، أو إذا سواها خلاص هم السابقون وأنا إحنا اللاحقون. يا مريم أنت جالس تلف وتدور في الكلام، إيش قصدك؟ عن إذنكم. خلي خلي يا أمي يروح، يمكن رايح يفرحوا عن سالفة زواجنا. أنا والله ما أعرف إيش سالفته ومستعجل عن روحه عند جمعة، أنا ما عارفة وحدي. أنا بنت الوحيدة وفرحان بي. فرحان بيش؟ ما باين. لكن ما أقول غير الله يريحني يا رب، ريحني وشيل عني يا رب. ما في فايدة. أما واحد شام عشرة وهو واحد، أخاف يقتلوه. يا أخي قتلوه يا فقرة، خليك مع الحي، الحي أبقى بالميت. موت تشيل شعر راسك وتتصلع. شوف انت ساكت روح. فكس يلا. مات 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 استا مات مات. لا حول ولا قوة إلا سويت هيك. لا حول ولا قوة. خلاص ارتحت مات، وأنا أشوف ما حد استاهل غيرك. أنت إيش اللي رجعك وإيش تريد بعد؟ أنا أريد خدمتك يا جماعة، خدمتك بالغش بالخداع. تريد تزوج بالكذب يا مفتري؟ أبويك متفرقين، أبوك متزوج وأمك تزوجت، وأنت ضايع وسطهم، وأنت شبعت من الذل والإهانة والحياة الصعبة. الحين تبدأ ما تشوف أن المعاناة ممكن تخلق عندك حافز الصدق والإخلاص وعدم الرضا بذل الآخرين. تقوم تبدأ حياتك بالكذب مع إنسانة صادقة معاك؟ لا، ويقول ولد عزنا بعد. إنزين هاك تربيت عند جدك أنت ما استفدت منه؟ يا أخي خليك صادق في حياتك ولو مرة واحدة. هذا زواج، هذا زواج ما لعبة ومزاح. ها إيش فيك ساكت؟ الحين عشان صارحتك وقلت لك الحقيقة تقوم تعطيني هالمحاضرة الطويلة العريضة؟ وإيش المطلوب مني الحين؟ جمعة أنا مالي غيرك، أنت أخوي وأنت أبوي. يعني؟ يعني أريدك تدبر لي حد يمثل دور أبوي وانت تمثل دور امي. لا لا هذا اللي قاصر بعد، هذا اللي قاصر. ارجوك يا جمعه ارجوك. شوف هذه السالفه تنساها يا سعيد خلاص، ويلا تفضل.
جماعة أرجوك أنا مالي غيرك أرجوك. يا الله خلاص روح روح بعد عني روح روح شوف شغلك. جماعة حرام عليك أنا مالي غيرك في الدنيا. لا لا تقول كذا. احنا مسكين اللي ما عارفين قيمته وقاسين نبهدله وحليله. لحقوني 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 ماي ماي بسرعه ماي. خير خير يا ابوي ايش فيك؟ دورت على حمد في كل مكان ما حصلته. حمد ايش فيه؟ حمد لا جمعه جمعه. حرسيلك على ابوي. حمد ولا جمعه؟ جمعه جمعه. ايش مات؟ لا موت قتل مجرم. أنا لازم أبلغ الشرطة حتى ولو كان ولد أخوي. الحق لازم يأخذ مجراه. أنا ريال حقاني 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 فاهمين؟ فاهمين. يعني كيف؟ لا تريد تسمعني ولا تساعدني؟ أنا رحت ورجعت وقلت مالي غيرك. جمع يا أخي حاول تفهمني. لو جلست هنا تتكلم وتقنع فيني بعدني ما بسمعك، لأني ما أحب الغلط والكذب واللي تريد تمشي في طريقة أنت. ولو خليت راسك تحت ورجولك فوق بعدني ما بسمعك فاهم؟ معقولة؟ معقولة جمعة قتل؟ لا بصراحة أنا ما مصدقة. لا لا يا أمي لا أكيد في شيء غلط. جمعة جمعة يقتل؟ جمعة جمعة إنسان رقيق ولا يمكن يقتل. جمعة ما يقدر يقتل صرصور. بس أبوي سمع جمعة وهو يقول مات مات. يا أمي أبوي سمع بس ما شاف شيء. على العموم الشرطة تو تجي ونعرف الحقيقة. الظاهر ان الشرطة جات. سير سير شوف. السلام عليكم. فاطمة وين عمي صالح؟ السلام عليكم. جمعة. نعم. انت ترتكب جريمة؟ جريمة؟ اي جريمة هاي بعد؟ جريمة قتل. قتل؟ ويا ترى من قتل؟ صاحبك سعيد. هذه فزورة ولا نكتة؟ أكيد هذا صالح فهم غلط. وينه هو عمي صالح الحين وينه؟ وينه؟ رايح يبلغ عنك الشرطة؟ وامك يا جماعة. الله يخزيك يا جماعة. أقول لك إيش صار لعمك؟ بات في الحجز لغاية الصبح. يستاهل. شو متفاهم ترى والجماعة قدروا هذا الشيء. لكن بالله عليك كيف تخيل لي أنا أسوي كذا؟ أنا دجاجة ما أعرف أذبح دجاجة. يا أبوي جمعة على ذلك أنا بروح عنك. على وين؟ بروح أشوف هدى قبل الله تسوي بنفسها شيء. سمعتك؟ صباح الخير. صباح النور. جمعة. نعم. أنت ليش تتهرب مني؟ وليش أتهرب منك يعني؟ يعني زعلان مني؟ لا أبدا ما صار شيء. وبعدين ما حد يأخذ غير نصيبه. وعلى العموم أنا أتمنى لك كل السعادة يعني. جمعة. أرجوك. لا تفهمني غلط. أشوف المدير العام يعاملك معاملة خاصة وسعيد جدا فيك. وين هذه؟ وين هذه؟ وين راحت هذه؟ وين راحت؟ أهلا وسهلا يا مدام. أهلا وسهلا أستاذ جمعة. أنت إيش سالفتك؟ وكيف تتجرأ تتهجم علينا في الشغل؟ اسمع يا أستاذ اسمع، أنت في شركة محترمة ما سوق سمك. اسمع يا أستاذ، المدام زوجتي وأنتوا تعرفوا، وهي أكيد قالت لكم أني أنا طلقتها. لا هذا ما صح، هي وأهلها سرقوني ولازم يرجعوا كل شيء. صحيح ما عندك كرامة. أنا ما بتركك، أنا بأذيك أنت وأهلك بأذيك، ولازم كل واحد يعرف. عيب عيب عليك هذا التصرف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابن أبها. أنا على آخر عمري أدخل السجن يا ابن أبها. أنا أدخل السجن على آخر عمري. أنت وحدك باغي حال عمرك؟ استعجلت على البلاغ؟ أتأكد بالأول. إيه بس هو قال إن مات يا ابن أبها. قال إن مات وبعدين رجع في الكلام. ما كفاية عليه صغرني قدام الناس. إيش أسوي بس؟ أنا ما أقول إلا الله يسامحك يا جماعة يا ولد أخوي. الله يسامحك يا جماعة يا ولد أخوي. الله يسامحك بس. أرجوك ريحني. ما صارت هذه كل شوية ناطلي ولا ترى العظيم بسوي في الجريمة عمري ما سويتها. بس أنت ما تعرف إيش اللي صار. ما أريد أعرف. أنا اللي غلطان اللي عزمت كم سأل حسابك ومستعد أعزمك الليلة بعد إن شاء الله. سم لو عكرت بدينك مرة ثانية. جمعة اسمعني، أنا ما عندي مانع إذا كان من جيبك وناكل سم مع بعض
وتتسمم انت وان شاء الله ما يصيبني شيء. وبعدين معك يا اخي، انا اقول لك انا احب هدى وهدى تحبني. وايش الجديد في السالفه يعني؟ وبعدين هذا ما دافع يخليك تغش الناس اللي فتحوا لك قلوبهم وبيوتهم وتستغلهم. يرضيك يعني؟ يرضيك اني اتزوج يا واحد غيري؟ ما حرام عليك تفرق بين قلبين؟ ما حرام عليك؟ اي قلبين افرق بين قلبين؟ يا حالات القلبين لو اجتمعوا بالصدق وابتعدوا عن زهو الدنيا والمال، المال اللي مصدر تحطيم كل القلوب. جمعه انا بخطبها الاول، ولما امها وابوها وامي وابوي يعرفوا احنا كثر نحب بعض بعدين نخبرهم بالحقيقة. يا اخي غلط غلط، وانا لا يمكن اشجعك على هاي الفعله. يا خساره يا خساره هالصداقه والاخوه يا خساره. بس لازم تعرف انك بتكون السبب في تحطيم قلبين كان كل ذنبهم انهم حبوا بعض. انا بس لو هدى سوت في نفسها شيء ولا انا سويت في نفسي شيء يعني انت اللي قتلتها. ايه بس الغلط ما يجر غير الغلط يا استاذ سعيد. بس الهدف نبيل حبيبي، الهدف نبيل. ايه بس وسائلك للوصول للهدف غلط غلط. يا خسارة يا هدى، كنت احاول اساعدك بس جمعه قتلني وقتلك. اشوفك بخير يا جمعه. وين رايح وين رايح؟ خلاص انا ما ابتعد عن طريقك، بسافر بهاجر بلف دنيتي. ما اقدر ما اقدر اشوف حبي يموت واللي كان السبب قدام عيوني. ما اقدر. وبعدين معاك؟ بعدين معاك؟ ما اقدر اخصب عليك يا جمعه، ما اقدر. افتكرتك انك بتطلع ريال وبتوقف معي عند الشده. بالخير يا سعيد بالخير. يعني لما اتزوج هدى شر؟ بعدين قلت لك يا اخي انا بخبر امها وابوها في الوقت المناسب. اشوفك بخير. الوداع الوداع يا سفاح، الوداع يا محطم القلوب، الوداع يا هدام الزملاء. سعيد زين، ايش المطلوب مني الحين؟ ما شيء، ام واب واخ عليك. حول ولا قوه الا بالله، ما قدامي غير عمي صالح وزوجته مريم وحمد، ومعناته إذا وافق أقول على زواجك إنه بيحترق خلاص، بيطلع طين، بيطلع فحم، بيطلع زفت. وما دام هذه الفرقة موجودة قول على نفسك يا رحمن يا رحيم، قول آمين. آمين. تباني أصير أب؟ أنا أب من 20 سنة يا يمعة، وأنت تعرف هاي الكلام. تباني أصير أب لمن؟ الهذا. هذا؟ هذا من؟ هاي اللي يبغاك تصير لأب؟ لا اللي هو من؟ خبرني اللي هو. هو يا عمي الله يديك. اسمع أنا أنا عمي صالح أنا أنا. لا 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 يمكن أبدا. ليش بيمكن أبو الأبهار الله يهديك؟ ليش بيمكن؟ ممكن. أب من دي والدرب؟ أنا حاس إن المسألة فيها شيء. نعم فيها شيء، ما بخالية مسألة. إيش رأيك يا أم فاطمة؟ هذا انت قلت انا ام فاطمه. تعالوا. وين فاطمه اليوم؟ عند خالتها، رايحه عند خالتها تخبرها عن السالفه اللي من امثاله ما يتعدلوا الا بالعين الحمراء. عم قصدك حمد يعني؟ المهم ما علينا. ايش قلتوا؟ ترى هذه خدمه انسانيه يا جماعه. أنا أقول يعني أحسن الولد يصير عند أهله يشوفهم يصالحهم. نعم. يعني أنت مثل ما عارف الدم عمره ما يصير ما يلا يهديك. نعم. مهما كانت الظروف. نعم. والظفر ما يطلع من اللحم يا ولدي. يا سلام يا سلام، أول مرة أحس بالسعادة وأنا بيكم يا جماعة. جمعة أنا قصدي أقول يا جماعة الخير أن هذا الإنسان يريد يخطبها وبس، وبعدين بيسوي كل شيء بروحه. أنا عارف إن هذا أسلوب غلط ورخيص، لكن يلا أحسن على يسوي في أعمارهم شيء وبعدين إحنا نندم ونقول يا ليتنا طعناهم. إي نعم، بس هذا غش وخداع. افترض يعني إن هذه صارت أمه وأنا صرت أبوه على طول، وإذا ظهرت الحقيقة إيش بيقولوا بعدين؟ بتطيح على راسه وتتفركش الخطوبة. ويمكن المسألة توصل الجهات احنا في غنى عن الوصول لها. نعم، والمؤمن ما ينلدغ من جحر مرتين.
الحل يا جمع الحل، تسوي شيء. لحظة انت اصبر شوي، هذول يبون مسايسة. زي سايسة؟ لحظة شوي، يبون مسايسة سايسة. عمي صالح. عم انت خايف؟ اسمع يا ولدي يا سعيد. نعم. انا انسان صاحب عائلة ومسؤول عن كشف حضور وغياب موظفين عددهم 700 موظف، وانسان اخاف الله وارفض هذا اللي تسويه بشدة. نعم بشدة. والحل يا ناس، الحل يا جمعي يا حلال المشاكل. يا عمي صالح، يا عمي صالح، انا قلت لكم ان هذا اهله يبغى يزوجوه بالغصب، وحتى هدى بعد يبغى يزوجوها بالغصب. احنا اللي علينا نسويه ان نجمع راسين بالحلال والسلام، وبعدين اذا صارت اي مشكله بطيح على راسي. صح صح. وانتوا ما بتروحوا غير مره واحده وبس، وبعدين ما حد يعرف عنكم شيء. اي نعم، ونروح لهم وقت الغداء هي، ونشرب عصير وناكل فاكهه وانتوا تتكلموا، ويكون الغداء معتبر. تمام. وتكون السفرة عاد متروسة عامرة. يا الله، ما احلاها يوم يكون فيه الفالودة والكستر والقيمات. نعم، والجلي. يا سلام يا سلام. بعلمهم الاتيكيت، عندي كتاب فن الاتيكيت، ما يهمك. الكامل. نعم. ايش قلتوا بعد المداولة؟ والله بعد أن تداولنا أنا وحرمنا المصون، وجدنا أنه ليس لدينا مانع. نعم، خاصة أنت يعني يا جمعة، وأنا عمك، ما تحب لنا إلا كل خير، وإنك ما بتخلينا في موقف محرج، خاصة وإن الغرض إنساني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يستر. يلا يوم المسألة لنا يوم وحدة. يلا موافقين. هي بس لازم تتلبسوا يا عمي. تتكشخ يعني تتكشخ. يا الله، بس كشخة؟ حاضرين بنت كشخ ولا يهمك. سمعت مريم؟ أيوة. شفت الدشداش اللي لابسنها من 20 سنة؟ ها؟ مالت العرس ذي؟ أيوة. زهبيها؟ نعم. ايش قلت؟ فرصة. انت غشمار ونضحك ونستانس. نعم. ايه، ونغير جو بالمرة. ونعيد الأيام الحلوة الماضية. واللي للأسف انتهت وصارت مرة. ونتغدى. هي بالمرة نتعشى. الظاهر إنه ما في فايدة. بالله عليك الحين، الله ويوهم ويوه ناس وعيال عز. يا سعيد قلت لك بعلمهم بعلمهم. اصبر أنت. سمعوا. ها. أنتوا لازم تتعلموا الاتيكيت. يا معا اطمن، من ناحية الانتيكيت احنا حافظين نصم. يعني ضحكة مني، نكتة مني، نسحل مني وهي رايحة الدنيا. ونكات صالح عادي. يلا كي بايخة، اعرفه صدقني، 20 سنة وانا معاه، خلاص مليت منه. نعم. والله ما ادري يا سعيد، هاي الخطة بتنجح او تفشل، على انت وحظك يا اخوي. لا ابوي، لازم تنجح، لازم تنجح. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. اهلا سعيد. اهلا اهلا. السلام. مو انت جاهز ولا كيف؟ ايه طبعا انا جاهز جاهز. انا ما اقدر انسى لك جميلك ولو اني اكلتها، لكن يلا قاعد حلوة ونزلت في بطني مثل العسل وما بقى منها غير القليل، لكن يلا. المهم ما علينا هالكلام الحين، لازم تتلبس زين وتتكشخ وتتزقرت، لانك بتصير اخو سعيد، واخو سعيد ولد العز والفخفخه. زين، انا ما عندي مانع بصراحه، لو ان كنا اولاد 9 يعني، وكنا من ادم وحواء. ايه اسمعني انت ولد القراقات، اسمعني زين، المفروض تتكلم بلياقه ولباقه وترفع خشمك فوق، ترفعه وتتكلم الكلام الكبير هذا حتى لو انك ما تفهمه. المهم انك تكون حافظنا، وانسى نفسك شوي، انسى نفسك شوي. اقول باخ سعيد. نعم. انا مستعد اني امثل دور اخوك واتكشخ واتفخفخ وارفع خشمي فوق، لكن انسى نفسي لا. نعم، انا انسان اصيل وانسان صادق وشايف الخير. نعم، وشايف الخير واكد من عرق بيني. بس بس جمعه جمعه. حمد، ردينا احنا ايش قلنا؟ زين، بس علشانك يا جمعه كل شيء يهون. المهم انا بعدني بعيد لك مره ثانيه، لا تتكلم الا ما حد يطلب منك الكلام، سمعتني؟ وكلام بسيط ومفهوم مختصر، يعني انت دكتور دكتور دكتور. لا لا، ولا يهمك جمعه ولا يهمك، اصلا انا اعجبك في التمثيل. نعم، قبل كم من يوم شايف فيلم كاراتيه، وانا مستعد اني اضرب واكسر واقلب الدنيا فوق حذر عشان اعوض الضرب اللي اكلته من بيت عمي صالح. لا ولا يهمك، اصلا انا ممثل فئه نجوم. واحد عاد توك جاي وتريد توصل للنجومية؟ نجوم السينما أبوي أقرب لك. مهم، أنا بفهمك على كل شيء، اسمعني جمعة.
أنا ما مطمن أبدا. يا ولد الحلال قلنا لك ماشي أحسن من الصراحة. يا ولد الناس أعقل، يا ريت تعقل، لا تجني معاك في طريق الغلط. من 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 سلمان وموزة؟ لا 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 وثم لا. نعم يا عمي ليش الله يهديك. لا أنت نسيت ين سلمان يعرفني أنا عز المعرفة، أو نسيت لما يبتهنيه وقعد يأكل يأكل؟ ها الرجال اللي جا معاك وجلس يطفح هو؟ كيف يعني؟ هل يعرفوه؟ ايه يعرفوا عز المعرفة. نعم يا خسارة تعبنا اللي راح الفاضي. نعم يا خسارة. وانا اللي قلت خلاص بناكل اكل كبارية بترتاح يا مريم من الطباخ وبلاوي. هلقل احس بس مرة ننعزم بدل لا يجي هنا عندنا. هلقل احس باجازة شوية لكن ايش يا حصرة. والله يا حسرة. وانا اللي جالس احفظ وحالتي في البلاء، قلت اصير دكتور ولو ليوم واحد فقط علشان ابين لكم مواهبي ونجوميتي. يا جماعة الخير ايش فيكم؟ ايش فيكم صار عندكم احباط؟ يا عمي نعم هذا سلمان لا يمكن يظن انك انت هو، لازم يشوفك على انك انت ما هو، لانه بيقابل واحد ثاني غير عن الكريم وعزمه. مفروض يقابل واحد ثاني بخيل وما عنده نخوة الكرم. جماعة ايش بدك تقول انت؟ لا اقصد يعني بلبس غير يا عمي، انت وام فاطمة وحمد يعني غير كلام غير كبرياء، يعني شخصياتهم الجديدة هذه ما حد بيعرفها والمفروض ما حد يعرفها. أقول ما دام كذا المسألة، إيش رأيكم بناخذ معنا فاطمة وبالمرة نتزوج هناك؟ حمد والعمل والعمل يا جمع العمل. لا تخاف يا سعيد، إذا غيرنا شوية في هيئاتهم شوية وشخصياتهم الجديدة وملابس الجديدة بيكونوا ما يحتاج. يا ود أخوي يعني أنت شايف كذا الحين؟ طبعا. هم يعرفوا أحسن منا يا صالح، أنت مالك ذاك؟ والمسألة فيها غدر، خلاص إحنا ما عندنا مانع موافق. يا رب تحقق لي اللي في قلبي يا رب. إيش اللي في قلبك؟ خلص الدنيا من ناس مفترين يعني. بس وس وس استر يا رب، بس أرجو عدم الفضايح يا أهل الفضايح، أخاف تصير مثل كل مرة. استر يا رب. قولوا آمين. آمين. نعم زين عقب الحين أنا استأذن. يلا مع السلامة. إيش رأيك يا حرم المصون في هذا العمام الشيك؟ الله الله الله، تليق بمقابلة الضيف الكريم؟ إيش هذا الجمال؟ إيش هذا الشياكة؟ كيف ما تليق؟ أنت أبو الذوق. يلا يا موزة يا حبيبتي يلا، أباش تشيكي وتلبسي وتكوني أنيقة أنق من ملكة جمال العالم. حقيقة الحين الساعة 10:30. نعم. وزمان الضيوف واصلين. خلاص ولا يهمك أسير أتلبس أنا. يلا بسرعة بسرعة مش وقت. حاضر حاضر. وبختك يا سلمان يا ود أبو سلمان، فلوس بتقي في دينك رزم رزم إن شاء الله. هاي أمي إيش رأيك في لبسي؟ إيش هذا الجمال؟ إيش هالشياكة؟ يا أحلى عروس في الدنيا كذاك ولا بلاش؟ طالع حظش على أمش، بس ما ظني على أمش، أحسن من أمش. يلا يا مرهان يلا يا مرهان. زين زين جاهزين؟ أحمد أظن كذا ما حد يعرفنا. ها علشان ناكل واحنا مرتاحين. لا 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 احنا تغيرنا. نعم تغيرنا تمام. يا سلام يا ابن مهار. ها ما حد يصدق انك مريم. والله نظافة وحلاوة على كل من هيك. أما أنا يا عمي هذا أنا ما كان يكل حين. هذا فعلا صرت دكتور. أنا دكتور. دكتور لا تكون ينيت شوية، ترى احنا بعدنا ما وصلنا للحين دكتور. والله يا عمي صالح ذكرني، انا عندي عملية جراحية للقلب والاصابع يا عمي، والجماعة تأخروا. يا جماعة هذه روح روح روح، هذه ما تواير. تأخرت انا تأخرت، بيموت الناس بيموت. يا ريتك دكتور يا ريتك دكتور جت عالقت عمتك مريم. عمي صالح هذه ما لها علاج. الضحكوا على اشكال. أتوا عمي أتوا. اذهب اذهب يا حمد. ايه زين كرتوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام.
السلام عليكم. السلام. السلام عليكم عمي. عليك السلام ودخيمة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا تفضلوا. ها سلام. جاهزين يا ممثلين؟ جاهزين. جاهزين. يعني نقول 5 4 3 2 1 عطني هسه وكيو كيو كيو مو الكيو يا ولد اخوي. نعم احنا جاهزين من الصبح، لا شربنا شاي ولا قهوه ولا تريقنا ولا تغدينا. ما تتغدون والله العظيم ما تتغدون. الله يبارك فيك ان شاء الله. قول امين. بس كيف قولي انت الوالد ونبهان التاجر الكبير المستشار العود؟ نعم كيف انت؟ والله اسمعني. نعم والله من ناحية يعني من ناحية زواجك فأنا موافق، بس علشان خاطر الأستاذ سلمان بس. الله 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 يا ممثل يا مبدع يا نجم. أنا محترق. ها كيف؟ بس دي من حرف محترف. واضح واضح واضح. ها وانت يا حمد؟ أنا مشغول واجد 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 مشغول. العمليات متوقفة، التليفونات شغالة، الفواتير أسف الفواتير بدون حساب. يا جماعة أرجوكم خلصوني، أنا عندي عملية كبيرة واجد 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 كبيرة. واحد مسكين طاح منه ضرس ويبغون يدور عليه. الله الله. لا أنت كل عمليات تنجح على يدك إن شاء الله، والكل في الثلاجات. وأنت يا مدام سالم؟ شوفي يا سيدة موزة. أنا السيدة موزة؟ السيدة موزة من كثر شوقي لش وللعروسة أنا لا فطرت ولا تقهويت اليوم مع الجيران. ما شاء الله كله تمام، كله يبشر بالخير. لا أنتوا اليوم بتاكلوا أكل عمركم ما أكلتوه. جمعة ولد أخوي ما إحنا تأخرنا، ما تبون نروح؟ يلا خلنا نروح. لا تأخرنا شيء، السيارة برا والله يستر. سعيد نعم هذا اليوم تدراها اذا عدت عدت. ايش قصدك؟ انا ما فهمت اذا عدت يعني يا عدت على خير وخطبت، يا عدت علينا وعليك وداستنا وشلونا في الاسعاف. يلا 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 بسرعة يلا يلا عيد يلا يلا خلاص زين انا بوك الحين. يلا يا طول طالع عم نبهان ريحة الاكل واصله لهنا. نعم يلا بحياك. مشويات يلا يلا ايش تسوي يا غبي؟ اكشف على السياره يا اخي، خليني اخذ راحتي. اكشف على السياره بالطريقه الحديثه يا جمعه. دخل السماعه بجيبك لا تفضحنا، اكشف على السياره بسماعه بعد دخله. اسف يا جمعه يا اخي ما متعود. الطبع يا انت الطبع لازم تعود وتقدر، ولا ثاني بحبسك في الدبل. دخلها هي هذه الفله جمعه؟ فله يا فله، اسمها فله فله وهي كلها شيء. جمعة يا اخي انا خايف والله خايف، وقلبي يدق والله العظيم. قلبك انت اللي يدق؟ قلنا قلوبنا تدق. انا قلبي يدق انا خاف روسنا تندق، ما اقسامنا بعد روسنا بعد تندق. يلا وين مكان جنبهم بعد اذا اي غلط راح بنبههم. عمي صالح تعال اسمع انا التاجر المعروف صاحب المصانع والشركات والاطيان، الرجل الثري المعروف سالم بن سعيد. لا تودينا في داهيه، فاهم ولا لا؟ انت ما متعلم فاهم يا عمي. خلاص فاهم وظريف ممتاز، بس عاد سمعوها اي واحد منكم يغلط غلطه انا تاني بكح كذا كمان كذا، ومن تسمعون الكحه هذه على طول صلحون الغلط ان شاء الله. فاهمين انت اطمن لا تشيل هم، حتى انتوا بعد سمعوا احنا ناس ما بقهال فاهمين كل شيء. اكل ما اكل، دقايق ما لحق، سوالف نسوه خلاص. احنا ناس كباريه ناس فاهمين صاحبين اتوكيت. اتوكيت يا عمي اتوكيت كل راجل. لا والمهم ان شاء الله العظيم ما يهمك انت بس همن. والله يا عمي صالح نعم الصراحه هذا هو الكلام اللي يشرح الصدر يفرح صراحه. افا عليك يا سعيد يا ولدي، بدام المساله فيها شوربه واكل لحوم ودياي وديكرومي نعم، وفيها بيسه، بس الامور بتتصلح. اني خاطري ومنعيني اسمع الديكرومي هذاك وهو يصقصع واشرب شوربه شكن كون
شاربه حلوه. نعم صالح. نعم انت مناي. الله الله مناي عيب بارح نوطي. نعم رحنا ملح لا طب ولا عمليات. انا راجع احسن نبات في بيوتنا ولا نبات في المستشفيات. ولا معك تفرط علي هذا جنوه. الله جنوه. كيف انتوا يعني ما تحبوه وحد يمازحكم ولا ايش مقفين؟ ها؟ وهذا وقت مزاح يا عمي؟ كيف يعني؟ لو حصل هذا داخل عارف ايش بيصير فينا؟ ايش بيصير يعني؟ ايه قتال بعد. يلا يلا يا جماعه احسن ندخل يا جماعه ندخل بالله امرنا لله. الناس بدها تشوف علينا وقوفنا كيف حلو. يلا يلا تفضلوا تفضلوا يلا. يلا خلاص يلا. لحظه يا جماعه لحظه. خير ايش عندك؟ ايش فيك؟ ايش صار فيك بعد؟ يا سلام لو يكون هذا المكان ملكي كان فتحت لي هنا جراج واحصل فلوس. حمد يا جماعة يا جماعة يا أخوي أصلاً هذا المكان وهذه المنطقة راقية وفيها فلوس واجدة. وبعدين معك أنت بعدين معك بس أنت بس ولا كلمة. أنتوا يعني تضربوا هي ما تعرفوا إن إحنا جايين نمثل هالشخص من ولي أمرك أنت. أنت بس خلاص يا مهبان كلكم مع بعض للأمام سر. روح شوي من أبحان. المعاريس وصلوا يا أمي المعاريس. زين يوم وصلوا سيري داخل فضيحة قاسة تشوفي عليهم. يا أمي خلينا نشوفهم شوي. مو تشوفي خلش دخلي داخل فضيحة بيقولوا بنتهم مستفيتة. يا موز الله يديش خلي البنية تشوفهم ما فيها شيء الله يديش. هذا كم ما فيها شيء فيها واجد. لا والله بيقولوا بنتهم ما مرباية وإحنا قاسين شوربها عيب. حولي ولا أخوي خلش دخلي داخل يا هدى. شو أنت قاسة تسوي كذا قدام البنية؟ موزي ما فيها شيء الله يديش. كم ما فيها شيء. اسمعني هم هم واصلين الحين لكن خليك مرة ثقيلة وقف زين معاهم وخليني أخطط وارسم على كيف اللي في بالي. يلا افتح الباب. لحظة 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 لحظة. السلام عليكم. وعليك السلام. أهلا السلام عليكم. أهلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ما شاء الله. السلام عليكم استاذ سلمان. اهلا 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 سعيد. اهلا بولدنا العزيز. اهلا وسهلا. ما شاء الله شيء عظيم شيء عظيم. هذا العش هذا العش. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم. موزه يو اشوف جمعه جاي معاهم لا كنتي عزمتي ولا شيء. ابدا بس هذا وحده يغاشل ويجي وسطه دائما. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بالضيوف الكرام. تفضل تفضل صيح صيح. اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفتونا. وبيتكم اهلا وسهلا. مكان مكانكم والبيت اهلا يا مدام. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا حبتي. اهلا يا غالي. اهلا يا مدام. اهلا اهلا وسهلا. لا اله الا الله. انبسطت؟ اهلا جمعة. اهلا بالاستاذ جمعة. مفاجأة. جمعة صديقي وعز من اخوي. نعم عز من اخوي. اي نعم وانا اخي الذي اعز من جمعة. وانا صراحة ما اقدر استغني عنه في وقت مثل هذا يعني. والنعم والنعم بالاخوة والصداقة والنعم. انا دائما اقول ان هذا جمعة انسان طيب وشهم وانسان رجل ورجال قليل يعني. هذا من اصلك يا استاذ. نعم من اصلك. اهلا اهلا بالناس الطيبين. اهلا اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اخ سلمان. انا كنت اعتقد ان الفوله احسن من كذا. الفله يسمونها البله. والله هذه الفله احنا على قد حالنا. انا احتج وانتفض. الله يهديك. هذه الفله هذه. الله يهديك بس الله يهديك. احنا وين من عماراتك وفلالك. احنا وين وانت وين. هذا شيء اكيد. انت في الحقيقة شرفتنا يعني. هذا شيء اكيد. يا شباب شاهي. هذا شيء اكيد. ها هذا وقت شاهي. هذا الحين شاهي. واحد شاهي حليب وارجوك الحليب يكون خفيف والسكر ثقيل وفلتره صغير. اخوي حمد قصدي الدكتور حمد يحب يمزح لان هالايام هو يكتب اشياء على المسرح ويتاثر بها وبعض المرات يخوره شويه احيانا. صحيح انا بعض الاحيان الدوده وصحيح يعني السيارات بعد دوبه تشرب زيت تشرب السيارات. الاكل بعد هالايام يقليو بالزيت. ترى يا جماعه الخير الناس امزجه مزاج يعني. اهلا 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 بالاخ مريم. اهلا.
أنا أقول يعني الأسماء تتشابه. تشابه. ظريفة ظريفة. الأسماء. أم سعيد ظريفة. ترى كل العائلة ما شاء الله ظريفة. هكذا يا أستاذ سلمان. لا 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 شيء زين شيء زين نعم شيء زين. لكن عاد أنا بسألك. يا. أنت من هين عرفتي اسمي؟ أنا قلت لهم كل شيء أنا قلت لهم كل شيء يا أمي نعم. أنت؟ هنا. سعيد ولدي طيب نعم طيب طيب ما شكي معه. علي صالح. مرة اللي في قلبه على لسانه. سبحان الله. يا أخ سلمان. نعم. أنا يتهيأ لي شفتك في مكان. والله يمكن وأنا بعد يتهيأ لي إني شفتكم كلكم. لكن وين 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 وين؟ هذا اللي معك. طيب انت ما جيت الشركة المتحدة للصناعات المتحدة؟ لا لا قصدي لا 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 ما جيتوا. اعتقد لان في واحد مره جاي الشركة وتهاوش عند المدير مسك المدير من ايده طرده برا. نعم انا. لا 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 ما اعتقد. نعم لان هذاك الشخص ما يقول انا من نفس الطريقة هذه يا خلق من الشبه 40. أنا قلت شيء غلط؟ لا 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 بالعكس بالعكس أنت تغلط. أنت معروف عنك بالكرم والشهامة والخير وكان كل شيء فيك زين يعني. هذا شيء أكيد أكيد. أنا أشم شيء يحترق. هاي باربيكيو شاوين لحم حالكم. الله الله يخليش. أقول من هذا الأستاذ؟ هذا أخوي حمد جراح في جراح في أكبر المعاهد العالمية. نعم إيه نعم نعم أنا جراح أنا جراح على مستوى جميع الماركات. لا والله في الحقيقة يعني في الحقيقة هذا الولد أنتيكة قصدي ولد ظريف يعني ظريف. نعم الأب عظيم هو الأب الظريف. يا أخ سالم في مثل عمان يقول من هين هذه الهريقة من هذه السجيرة. الله عظيم عظيم شكرا شكرا يا سلمان على هذه الظرافة. أنا مولد سعيد أهلا وسهلا. والله شرفتونا اليوم نعم شرفتونا. الله يحفظك إن شاء الله الله يطول عمرك. حي الله سلمان طيب الحربة هاي مسكين ما شاء الله. أهلا وسهلا أهلا نورتي المكان يا بنتي ايش العروسه الحلوه ما شاء الله. سيري داخل بعدين بلح مش بتيجي تعينش هذه يا امي سيري داخل ما شاء الله مبروك يا عروستنا مبروك ما شاء الله. نعم سلمان. نعم ايش قلت الحين؟ والله يا اخ سالم يعني ايش اقول بعد ترى الاولاد اولادك. اولادك سعيد ما دام انهم هذيل موافقين من الاول حما خليتنا نتريق ولا نتغدى في بيتنا. ان شاء الله يا اختي يا مريم ان شاء الله تو الغداء يكون جاهز ويسمع لكم حسكم. يا ريت يا ريت والله مطارين تصوصوا. يا اخ سلمان. نعم ايش رايك نحدد موعد الخطوبه؟ والله يا اخ سالم انا تحت امرك ومستعد واللي تشوفه يعني. لكن ابغى اسالك سؤال. نعم انا اللي عرفته وسمعته انك انت يعني لا زلت في صلالة يعني. انا وانا عمري شفت صلالة. ايش اخ ابوي قصده ان الامور في صلالة كلها بخير وجوده هني اهم صح. لا لا بالضبط بالضبط بالضبط. انت تعرف الاملاك هنا كثيره والحمد لله وبصراحه انا ارتاح في المزرعه اللي عندي هنا استجم وارتاح فيها. بالمناسبه يا اخ سلمان انا بصراحه قررت اني اهدي العروسين هديه عباره عن منتجع صيفي هديه نعم في المزرعه. الله يزيدك ويكثر من اموالك ان شاء الله. ان شاء الله امين قول امين 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 الحمد لله. انتوا تعرفوا عن الخير كثير الحمد لله. والله في الحقيقه يعني انتوا شرفتونا وانسونا وتفضلوا الغداء جاهز. والله الغداء الغداء جاهز. بسم الله سمي بسم الله. سبحان الله سبحان الله. جمع الله بيجيبوا لنا فضيحه. اشوفهم يا ولد الحلال اشوفهم. Oh,
Come on.